globalement باش يتم تأجيل النظر فيه. دونك علاش القرار هذا؟ علاش قرار التأجيل؟ سي سمير قال لنا اللي ربما باش تفتح المجال أكثر للنقاش باش تكون أقل حسب قوله هو يعني مشاحنات. خليني نذكر اللي القانون هذا أودعت وحرك النظر وطلب استعجال النظر وصوت مكتب المجلس على استعجال النظر. كانت تتعلى أنه قبل تشكيل الحكومة ممكن لن تتم مصادقة على الحكومة حكومة ياسر الطفاح، وقتها نذهب إلى انتخابات سابقة لأوانها. دونك في الحقيقة أنا نعتقد أنها كانت ورقة ضغط من حركة النهضة لتحسين شروط التفاوض على تشكيل الحكومة أكثر من شيء آخر. نجيو في الأصل الآن الشكل، التيار الديمقراطي رأى أنه عتبة 5% أو 3% وحدها معزولة على باقي محددات المشهد الانتخابي لا تعني شيئا. المشهد الانتخابي اليوم تشوبه عديد الشوائب، نحكيو على المال السياسي المجهول المصدر، نحكيو على التدخل الإعلامي في السياسي، قنوات مسخرة لخدمة قوائم معينة، نحكيو أيضا على تدخل الجمعيات في المسار الانتخابي، برشا جمعيات تحولت إلى أحزاب أو إلى قوائم انتخابية، هذا كله ما يعكسش إرادة الناخب نهار اللي يمشي للصندوق. دونك كان نحبوا التيار الديمقراطي يعتقد أنه كان نحبوا نتناولوا المناخ الانتخابي او ما يحيط بالانتخابات، يجب تناول المساله برمتها اولا، ثانيا يجب ان يكون نقاش واسع مع جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنيه بالانتخابات ليزي وغيرها. اليوم من حسن الحظ انه نتصور بعد ما تعدت الحكومه جاءت المبادره ما اقترحت القانون، ما عادش عندها فايده من المقترح هذا. على كل رؤساء الكتل اتفقوا انه يتم ارجاع التصويت على ارجاع القانون للجنه، وفي اللجنه يتم توسيع المشاورات ودراسه التنقيح الجدي لقانون الانتخابات لجميع القوانين التي تتعلق به. وانت حكيت على حكومه الفخفاخ برشا ملفات استنى فيها، برشا ملفات صعيبه رهنا، اولها كان البارح الملف الصحي يعني تسجيل اول اصابه بفيروس كورونا في تونس رسميا كان اعلن عليه وزير الصحه المنتخب المكي. تعتقد ان حكومه الفخفاخ قادره اليوم ان تفي بالوعود اللي يحكي عليها رئيس الحكومه نهار جلسه الثقه؟ من الثقه؟ هو الشطر الاول في جلسه كورونا وبعد نجيب بصفه عامه، هو اول اجتماع عمله رئيس الفخفاخ هو المجلس الوزاري كان متعلق بالكورونا وبالاخطار اللي تنجم تدخل تونس. الحاجه الباهيه في كل حاجه ثم جانب باهي وجانب خايب، انه كي تسجلت حاله الحكومه كان عندها من الشجاعه والجرأه انها صارحت الشعب التونسي باش يفتح احتياطاته. نجيو تو عموما الحكومه هذه قادره على رفع الرهانات ولا لا؟ الحقيقه الرهانات كبيره في تونس، كبيره برشا اقتصاديه واجتماعيه خاصه وبطاله وغيره. اكيد انه ما عندها مش تكون في ستة أشهر ولا في سنة سيصلح كل مشاكل في البلاد، لكن نعتقد أن الحكومة هذه فيها من الأحزاب ومن الوزراء من لهم العزيمة الحقيقية لبداية الإصلاح. القليل التونسي ما يحبش يعرف أن البلاد مش تصلح في النهار، أما كي يبدأ يراها حتى عثنية صحيحة وماشية في اتجاه الإصلاح يصبر عليك، خلاف ذلك الشعب ما يصبرش عليك، وهذا منطقي معناها. دونك اليوم كيفاش يقولوا اتوندون دو فوار، معناها نستناو نشوفوا المبادرات الاولى والاجراءات الاولى للحكومه. ربي معاها لما حالة بدينا من نهار الاول في الكورونا، ربي يحمي التوانسه الكل ان شاء الله. انا بنغتنم الفرصه، معناها ليتات بانيك هذايا مش مفسر، الكورونا مرض ماهوش خطير جدا وماهوش قاتل للغايه، نعيشوا ردوا بالنا ما نعيشوا عادي لاباس، قدرة ربي نحن مكان خير. شكرا جزيلا.